ورجعنا لكم بعد الفاصل. هيكون معانا ميك اب ارتست هبه عاشور. هنحاول ان احنا نعمل ميك اب يكون مناسب، يعني عندك مناسبه، عندك حاجه بس هتعمليه في البيت، مش لاحقه تروحي لحد يعمل لك ومضطره تعملي في البيت. اهلا بيكي. اهلا بيك. ومعانا الموديل ندى، ندى سليمان. اهلا بيكي، جايبين موديل زي القمر. قولي لنا بقى ايه هي الالوان الموضه يعني في 2021 بقى؟ بصي، هو الالوان اللي طالعه الفتره دي كلها الالوان اللي هي النود او الالوان اللي هي المدي على اورنج ومدي على طوبي، الالوان دي طالعه تحفه جدا وبتليق مع عرايس، بتليق مسواري، بتليق خروج، يعني بتبقى شكلها حلو جدا وهادي قوي وفي نفس الوقت بتبقى بسيط. مريحه للعين. انتي دلوقتي هتعملي احنا دلوقتي هنعمل ميك اب، المفروض ان مثلا لو واحده عايزه تروح مناسبه بس مستعجله مش لاحقه تروح عند ميك اب ارتست، عايزه تختار تتصرف الوان في البيت بالظبط، تلحق يعني اللون. ممكن يكون عندها مثلا حاجات بسيطه خالص تكون يعني عايزه تستخدمها بس تمام. مش عارفه تستخدمها ازاي. فاحنا الاول المفروض ان احنا بنهيئ البشره تمام بتاعتنا، بتبقى مغسوله كويس، مترطبه كويس جدا. قولي لي الاول ازاي اجهز البشره للميك اب، يعني عشان ما افاجئهاش. لا، احنا بنبقى غاسلين البشره تمام، بنبقى بغسول. بالغسول بتاعنا تمام. وحاطين التونر بتاعنا وحاطين المرطب بتاعنا برضو، وبعد كده يعني يعدي حوالي تقريبا نص ساعه نبدا بقى نعمل الخطوات بتاعه الميك اب بتاعنا، ان احنا هنشوف اذا كان في ديفوهات هنداريها، الاول هنداريها الاول كونسيلر او كوريكتور، وبعد كده نبدا نطبق الفاونديشن. والكوليكتور الوان الكوريكتور او الالوان اللي هي الاورنج او اخضر، الاخضر او الاصفر، كونتور بالبني، كل حاجه لايه يعني؟ كل الاخضر حاجه. بيكون لايه الاخضر في بيكون عشان الحبوب الحمراء اللي هي البارزه تمام، تمام. الاصفر بيكون عشان البهتان، الاورنج بيكون عشان الهالات. الهالات السوداء، واحيانا بيكون في مثلا حبايه مثلا نشفت بس سابت علامه بني بيتحط برضو عليها، يتعمل كوريكتور. بعد كده بنبدا بقى نطبق الكونسيلر ونطبق الفاونديشن بتاعنا طبعا على تمام. حسب برضو نوع البشرة. بشرتنا. تمام. انتي دلوقتي المفروض ان احنا احنا دلوقتي احنا حاطين عاملين الكوريكتور وعاملين الكونسيلر وعاملين الفاونديشن. والفاونديشن. تمام. هنبدا بقى ان احنا نرسم العين. العين بتاعتنا تمام، تمام. وزي ما قلت لك احنا هنعمل الالوان اللي هي الدارجه الوقت ده تمام. انا هاخد الالوان انا اضحكي. دي على كان في طول. هستيريا ضحك قبل كان الهوا في وكنا خايفين كنا نوقف. بنضحك كتير. دي بصي الاول دايما انا لما باجي يعني بحط اللون بتاعي بدخل الفرشه كده يعني فاهمه، من جوه لبره. يعني بصي اللي هو انا بطبطب كده على الجفن بتاع العين بحيث ان انا اشبع اللون على الجفن كله من فاهمه. اوله لاخره من بالظبط، جوه لبره لان ده لون انتقالي مش يعني في اللي هو جزء معين لسه من العين. اللي هو لسه هعمل فوقيه فاهمه. تمام. فانا ممكن استخدم لونين، ممكن ثلاثة، ممكن لون واحد واعمله تدرجات يعني فاهمة، يعني درجة، 3 درجات من نفس اللون. من نفس اللون، يعني انا نفس اللون اصلا ممكن استخدمه حلو قوي كذا اللون حاجة ده. يعني فاهمة. دي الالوان بقولك اللي هي اللي طالعة موضة اللي هي اللون اللي هو المدي على اورنج ده، واقدر ان انا اتقله او اخففه على حسب العين عندي انتي وعلى حسب كل المناسبة. فوق العين لحد الحاجب، لا مش لحد الحاجب، من ورا بسيب الجزء اللي هو اللي تحت الحاجب ده بالظبط كده زي ما هو، لان انا بعد كده لسه هرسم الحاجب وانضف من تحت الحاجب تاني عشان ينور ويديني مساحة. تمام. تمام. حاسه ان هو ينفع كمان للخروج عادي؟ ينفع للخروج، انت تقدري اصلا تتحكمي في اللون اللي انت هتحطيه في على عينيكي، ان انت تخليه اذا كان تقيل او خفيف. طبعا بفرش، بتبقى فرش، الفرشه دي اسمها فرشه دمج. دمج. فاهمه، فبتبقى بتحطي وبتطلعي لبره يعني عارفه اللي هو بتنفضي عشان تعملي مع الديبلاينر او كده بالظبط. مسحوب لبره. اهم حاجه ان انت بس لا تدمجي عاجبني لون اللون الشادو، جدا. تدمجي لون الشادو كويس جدا يعني عشان خاطر ما يبقاش باين ان ده لون اورنج ده لون بني. يعني انا دلوقتي حاطه 3 الوان انت مش هتعرفي تفرقي هما فين اساسا. يعني هما دلوقتي كده 3 الوان هما كده مبدأ. 3 الوان. انا شايفاه واحد. بصي يعني شايفه، تعالي بقى قربي مثلا هتبصي تلاقي ان هنا فاتح،
هنا اغمق شويه هنا غامق. يا ريت الكاميرا تكون جايبه ده. والالوان دلوقتي برضو بقى بيدخل لها بيجمنت وبيدخل لها لمعه كده حاجه كده. بصي اول العين اول يعني من بعد اول العين بحاجه بسيطه خالص بتدي ضي حلو قوي، وفي نفس الوقت ايه تنفع للسواري وال والخروج عادي يعني. بس لا مش تبقى للجامعه. تقيله؟ لا 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 مش للجامعه لا. يعني انا الجامعه افضل بصراحه ان هي تبقى ماسكاره فاونديشن خفيف خالص، روج تنت فاهمه كده يعني. لكن اي شادو بقى ونقعد نرسم الصبح لا كتير دي انا بستتقلها بصراحه يعني. يعني عارفه اصلا ما فيش وقت يعني. انا بحب احط البيجمنت بصبعي، ما بحبش احطه بفرشه. واخده بالي انا ما بحبش احطه بفرشه، بس برضه اسامبل قوي يعني. ايه سامبل قوي سامبل قوي يعني عارفه اللي هو انت بصي خلاص يعني لو واحده ما بتعرفش تحط ميك اب هتحطه. اللي هو سهل قوي فاهمه. فاهمه اهم حاجه الفرشه بالظبط. الفرشه بس وتدمجي دي كويس عشان نبقى معاهم خطوه خطوه بالظبط. اللي هو تدمجي بس بيها كويس عشان خاطر تاخدي تدرج للون كويس. طيب قولي لي بقى ازاي اقدر انحت الوش بحيث ان انا اداري الدفيهات او كونتور المناخير الحاجات دي؟ بنحت الوش طبعا بيكون عندي لو انا هاسس البشره من الاول خالص ممكن اسسها بالكونتور الكريمي تمام، انما انا لو مش بروفيشنال مثلا او يعني مش عارف استخدمه مش عارف تستخدميه يبقى الباودر بيبقى مريح جدا 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 وسهل استعماله يعني. ما فيش تاخدي بس القورة مثلا الأماكن اللي عايزة يتحط فيها القورة، المناخير تظهر، الخدود تترفع مثلا، في اللي هي علامة الجمال اللي هنا دي دي برضو يعني بتبقى حلوة جدا يعني في الميك اب. والكونتور بتاع الخدود برضو بيبقى ظريف في الموضوع ده. تركز على الحتة دي اللي هي لما ايه نيجي لما نبتدي نعملها الكونتور. بصي انا دلوقتي الاول هنا بس ده ايه بقى عشان ده لوس باودر عشان خاطر اي حاجه تقع منك وانت بتعملي الشادو ما تبوظيش الميك اب، وفي نفس الوقت برضو عشان انا هرسم العين دلوقتي من تحت فانا لازم ابقى حاطه امين اللي هو عشان وبينور كمان. هي اللوس باودر دي اصلا شفافه يعني ملهاش لون يعني فاهمه. بعد ما بنخلص بنشيلها بعد ما بنخلص بنشيلها ما بتعمل لناش اي مشكلة، بس الفكرة ان هي ايه كده افضل. و احنا عاملين لوك بقى امبارح هي الموديل هي الموديل اصلا والله بجد هي الموديل امبارح كنا عاملين لوك افتحي عينك امبارح كنا عاملين لوك فظيع فظيع. كان لايه بقى؟ كان لوك عروسة عروسة كان لوك عروسة امبارح. بصي احنا بنحط الظل تحت العين دلوقتي تمام نفس اللون نفس اللون اللي احنا حطيناه فوق وهندمج معاه اللون الاخف اللي احنا برضو دمجناه معاه من فوق. ليه؟ انا عشان كمان العين فيها تجويف فاهماني، فده طبعا بيخلي العين تدخل جوه التجويف بتاعها شويه، وفي نفس الوقت برضو بيدي للميك اب حاجه انسيابيه كده بيخلي شكله حلو قوي ناتشرال قوي اللي هو مع بعضه جدا من ورا. وبينفع جدا يعني لو واحدة مثلا عندها بروز في الحتة ديت او لو هي مثلا عندها هالات تحت العين ازاي لو في بروز اللي هي العين جحدة تبقى حلوة قوي اسمها العين الجحدة الجحدة تمام. بصي نفس الالوان اللي انا استخدمتها فوق هي اللي انا استخدمتها تحت هنا تمام. تمام
يبقى احنا حطينا نفس اللون هو نفس تحت جفن نفس العين. اللون تحت العين بالظبط عشان خاطر ندي افتحي عينك. ايوه بصي بقى هنا كده، انا يعني اهم حاجه عامل الشغل تظبيط الشغل الشغل تظبيط الشغل. الفكره ان انت تخلي الميك اب بتاعك يبقى نظيف، فاهمه؟ اللوس باودر عشان كده، اللوس باودر يعني بصي، ولا كأن انا لو حاجه وقعت من وقعنا حاجه او كده، لا مفيش شادو. اي حاجه خالص. تمام تمام طيب انا بعد كده نيجي تمام بقى لمرحله الكحل. بصي بقى يا ستي، عندنا الكحل بيختلف احنا معانا من الصور العين بتاعت لعين. الزفاف ايه بتاعت امبارح، اللوك يعني؟ اللي عملته امبارح اللوك اللي عملناه امبارح حلو جدا. بصي ايه رأيك، لوك فظيع. لا حلو جدا. ندى ندى ده دلوقتي الكحل ده من الكحل جوه. من جوه العين. تمام بصي كمان عشان ادي تحديد للرمش بتاعي، انا بقوم ايه من الجفن كده من فوق كمان، من فوق. بصي بيرسم، بس ده صعب قوي. لا ما بيبقاش صعب. بصي خدي بالك الفرق ما بين العين دي والعين دي في الكحل من فوق، دي احلى كتير. بيبقى مختلف، بيدي شكل تحفة. افتحي بس. انا عايزة اقولك كمان ان الشغل لما بيبقى على كورس الميك اب وبتاع بيبقى مختلف بصراحة. اكيد. ازاي بقى؟ إيه؟ عشان الموديل او العروسه بتبقى مريحه راسها، فاهمه؟ هنا عشان هنا عشان هي واقفه وانا شادة برضو نفسها. وانا كمان عشان يعني احيانا ممكن تلاقيني هتلاقيها تلاقيني هنا، فاهمه؟ هو عشان الكاميرا مقدرينك في مكان. بالظبط. انا كده حددت عينيها بالكحل من جوه، من فوق من تحت. تمام تمام ومن جوه هنا من عند البروز بتاع العين من هنا. بصي اهو كل ده العين اترسمت خالص. حلو جدا. بصي يعني باقل الممكن يعني. كمان ممكن ما نحتاجش اصلا ديبلاينر فوق، يعني هو ممكن هنعمل اصلا بس مش موضه يعني، خلاص. يعني هو ما عادش موضه اصلا يعني. الايلاينر دلوقتي خلاص هي الرسمه بتاعت العين. انت لو تاخدي بالك كمان حتى العرايس ما فيش مفيش يعني كتير. فكره رسمة العين الكبيرة والحاجات لا دي. ما عادش خلاص، بنحط الرموش وزي الفل كده، فاهمة؟ احنا دلوقتي بقى نحط المسكرة. برضو طبعا المسكرة بنختارها على حسب حجم الرموش عندنا عامل ازاي. يعني احنا حطينا الكحل خلاص، مش هنحط مش ديبلاينر او هنحط ايلاينر ديبلاينر خلاص. او حاجة. بصي انتي يعني ده لوك لواحدة ما بتعرفش تعمل خالص، ميك اب، تروح سهل عايزة جدا. تروح فرح وعايزة تروح وهي شكلها حلو حاجه بس. جات لها سريعه سهل جدا. بالظبط. مثلا ممكن عيد ميلاد، اصل الديبلاينر المأساة عند البنات. ايوه لا هو له طرق سهله جدا على فكره، يعني له طرق حلوه قوي في الرسم دلوقتي، وفي حاجات كتير سهلت بقى. تمام طبعا في بنات كمان ما بتحبش الرموش اصلا وما بيعرفوش يركبوها، وما بيعرفوش يركبوها، فاحنا دلوقتي هنقول على طريقة حلوة جدا تخلي البنات تعرف تركب الرمش بكل أريحية خالص. ده كده احنا خلصنا ميك اب العين صح؟ لا لسه في لا بصي احنا بنقعد عادة يعني في ميك اب العين بنقعد وقت طويل هو جدا. اطول حاجة يعني بنقعد وقت حبة حلوين. لسه الحواجب، لسه الحواجب قبل العين، قبل الحواجب العين قبل الحواجب. في ناس في هي بصي هي مدارس، هي مش الموضوع مش يبتدوا في الحواجب ناس الاول. بيبتدوا الحواجب الاول وبعد كده العين، وفي ناس بيبتدوا العين كلها وبعدين الوش كله. بصي يعني الموضوع مش هو ممكن لو مثلا يعني خايفين مثلا من اللوز باودر او ما ممكن فيش او مثلا كلام او ده، كده ما نحطش الفاونديشن ممكن قبل بالظبط، ما يعني نخلص العين والحواجب. يرسموا العين الاول وبعد كده يعملوا اي تطبيق تاني بقى، فاهمه؟ انا كده حطينا طيب احنا بقى انا كنت بقول لك دلوقتي ان المفروض مثلا لو هي ما بتعرفش تركب رموش
تمام. احنا هنركب رموش؟ احنا هنركب طب رموش. كويس. انا عايزه اشوف. احنا هنركب رموش. احنا مش هنزعل حد، احنا هنركب رموش. تمام. رموش طبعا مسكرة الاول، حطينا مسكرة وبعد كده هنركب رموش. تمام. الرمش احنا يفضل ان الرمش طبعا يكون شعر طبيعي. تمام. ليه بقى؟ عشان خاطر ما يديناش شكل للعين فيك. مش طبيعي. فاهمه. ونختار طبعا الرموش على حسب طول مساحه العين والطول ومش عارفه واللوك اللي انا عايزه اعمله اصلا يعني. وممكن ان انا مثلا يعني اخد الرمش رموش شعر طبيعي. ايوه. وتلبسيها كذا مره، ودي موجوده في اي مكان اي حد يقدر يجيبها. ستور ميك اب كويس. تمام. هتلاقي عنده كل اللي انت عايزاه. اعلانات. 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 اي ستور ميك اب يعني. مش بس اهم حاجه انه يكون مضمون. وخلاص. انت عملتي حطيتي اللزق؟ حطيت اللزق. استنيت ثواني. حاجه بسيطه. استنيت ثواني. تمام. وبعد كده لزقته على خط الرمش بالظبط. وبصي خلاص اهو، ولا اي اندهاش. حلو جدا. بس خلاص شفتي راكب ازاي. بس الموضوع مش مستاهل. ده دي معاناه فعلا بالذات الرموش. ما هي بس الفكره بس ان انت تستني على الجلو بتاعها شويه. تمام. لحد ما يمسك في الـ في الـ في الرمش عشان ما كمان ما معلش. تمام. بصي لو الكاميرا تقرب. الكاميرا يا ريت تكون جايبه. الكاميرا جايبه. تمام. بصي هي ما بتبقاش مغمضه عينيها، يعني بتبقى نص فاتحه كده خلاص. وبنحط بصي خالص. اهو بصي ركبناها فوق الرمش بالظبط، وازقها بقى لجوه يعني كده. فاهمه؟ اهي ركبنا ورا قبل، يعني لزقنا ورا قبل قدام النص وبعدين بنلزق. بصي طحينا ده سهله خالص. خدنا وقت. حلو جدا. لا تمام. خدناش اي وقت خالص. ده ميك اب العين صح؟ بالظبط كده. بعوز طبعا بعد ما يعني اركبها ان انا ارفعها شويه. لا. عشان ادمجها مع الرمش بتاعي يعني، ما يبقاش فيه مسافة. فاهمة؟ الرموش الطبيعية مع الرموش الطبيعية مع بيتلزقوا الاتنين مع بعض. بندمج بالمسكرة. بندمج بالمسكرة. بيروحوا الاتنين لازقين في بعض. حلو وسهل جدا. ده كده خلصنا ميك اب العين. بصي كده خلاص خلصنا ميك اب العين. طيب بقى بصي خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل. طيب. ورجعنا لكم بعد الفاصل. احنا عملنا ميك اب العين وهنرجع نكمل. يلا. حلو قوي. رايك خلصنا كده العين؟ كده خلصنا العين. خلصنا الحواجب. تمام. والحواجب برضو. ودلوقتي بقى هبدا ان انا ادي لون للشفايف يعني بيس كده تحت. بعد يعني ده مش اللون الاخير. مش اللون الاخير. لا ده بس بيس كده، عارفه اللي هو يعني ايه. بصي هو في طرق اصلا لرسم الشفايف وتكبير الشفايف. وحاجات كتيره جدا. فانا يعني غالبا بحب ارسم دايما الشفه اللي تحت. انت كده نازله بالظبط على التحديده كده بالظبط بتاعت الشفايف. على التحديده بتاعت الشفايف. تمام. هي حجم شفايفها حلو. بصي انا باخد بقى ايه، بعمل ايه كده عشان احدد النص ده. تمام. اطلع كده واطلع كده على رسمه شفايفها هي. على رسمه شفايفها هي ماشي. تمام. لان مثلا لو واحده بتعمل ميك اب لنفسها ومش بروفيشنال مش هتعرف تكبر شفايفها. بيطلع حاجات غريبه. فهيطلع حاجه كده فوق الشفايف مش هتبقى حلوه ومش هتبقى مظبوطه. فايه خلينا في السليم يعني. فاهمه؟ تمام. فانا كده حددت. تمام. انا عن نفسي انا بحب املى اللون اللي هو اللي جوه ده يبقى لون. طيب انت كنت عامله ميك اب، ده ميك اب بتاعك كنت عايزاكي تعلقي لي عليه. ده ميك اب عروسه. ده اللون بتاعه الالوان بتاعته جريئه شويه فوشيا مع كيرف ذهبي كده. فكان حلو قوي. ده لوكس وري. ده لوكس وري وخطوبه. وفي عرايس بتحبه. ممكن مناسبه عادي. وفي يمشي مناسبه عادي لو خف الرموش شويه لان الرموش هنا تقيله. طيب وده لوك عروسه. لوك تسعيناتي حاجه كده اللي هو الروج الاحمر والايلاينر وكده. ده لوك يعني عارفه جامع ما بين حاجات كتيره كده. فاهمه؟
ده اللوك اللي بقولك عليه جريء شوية. ده اه مختلف قوي، يعني مختلف هو حلو جدا. وفظيع بصراحة كان. وده ده بقى كان هو نفس اول هو صورة. هو ده لوك سواريه، ده الالوان اللي انا عاملاها دلوقتي، ايه نفس اللي انت نفس اللي عامله؟ انا عاملاها دلوقتي، نفس الالوان اللي انا عاملاها دلوقتي. تمام. تمام. انا دلوقتي يا ستي حطيتي الاول، حطينا حطينا البيس بس. تمام. تمام. وبعد كده برسم بقى اللون الاساسي اللي انا عايزاه. وفي كونتور للشفايف ايه بيبقى فاتح ولا الوان ايه؟ فاتح بعد ما بنخلص خالص، بساوي بعد الشفايف ما نحط الروج ولا قبله؟ بعد ما نحط الروج. تمام. تمام. يعني ازاي بقى؟ بالكل بال بيبقى بال بالباودر او بالكونسيلر، فاهمه؟ لو كده تحديدة الشفايف صح؟ تحديده الشفايف، تمام. عشان ادي كيرف الألوان رهيبة، للشف، حلوة وفي نفس جدا. الوقت عشان لو في لون زياده طالع ولا حاجه رسمة الشفايف تكون اقدر ان انا مظبوطة. اظبطه. كده احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ كده انا خلاص يعني يعتبر خلصت الشفايف برضو. تمام. تمام. اديت لها اللون اللي هو البينك، تمام. البينك على اورنج كده. تمام. ده حلو جدا وبرضو ايه مطلوب. هنعمل بقى دلوقتي يا ستي كونتور، البلاشر. مفيش كونتور؟ لا، الكونتور انا محددة. تمام. هعمل لها بس كونتور على على المناخير اه ده عشان بقى عايزين الكاميرا تجيبه قوي. تجيبه. تمام. كتري كتري، كتري. ايوه كل ما تكتري. كتري كتري. بصي البلاشر بيبقى على الخد فوق، بالظبط، يعني فاهمه اللي هو ايه، ما حسيتي طالعه فوق شويه بصي لا مش لبره، طالعه فوق يعني، بطلع لهنا يعني لبره. باخد لبره. بصي انت اي حاجه من بتاخديها جوه لبره. لبره. تمام. تمام. واستنى هنا لان ده اه ده بقى، ده بقى واحده ده واحده. طالع موضه. ده طالع موضه برضو زي كانه تنت، فحلو قوي. تمام. وانا قلت لك هنعمل الكونتور بتاع المناخير. اه ده عايزين نركز فيه. اللي هو بصي ازمه البنات كلها. تمام. بيختلف بقى الكونتور من شكل بيختلف المناخير يعني. صح؟ يعني احنا دلوقتي عندنا المناخير من هنا كبيره من تحت. تمام. معلش يا ندى. سوري يا ندى، بقى سوري يا ندى، لازم نفهمهم. سوري يا ندى، بس يعني احنا بنقول لهم يعني. تمام. هنحاول ان احنا احنا نصغر بنصغر، بنقرب الخطين دول من كده من فوق. بعض. ايوه. تمام. تمام. نختار طبعا الكونتور، احنا بيبقى عندنا كذا درجه، فبنختار الدرجه اللي لايقه مع البشره بتاعتنا. تمام. تمام. وبناخد الحته اللي هي الحته دي بقى ايوه هنتعامل بالظبط معاها كده ازاي؟ اهي. من بصي ورا بغمقها انا كله، كل ما عاوز اصغر حاجه. يعني كل الجزء اللي تحت بنحط عليه كونتور. بالظبط. لا مش كله يعني، مش باخده كله. كيرف كده. تمام. باخده بصي كده. تمام. بحيث ان انا اصغر الحجم بتاعها والله يا ما وارفعها. تقلقيش، يا مش قوي. مش لا قوي لا، يا ده هي ندى، مناخيرها، ده انا انتي بحب مناخيرها الاموره. جدا على فكره. احنا بنشتغل كتير بيها يعني، يعني عارفه اللي هو انا خدت عليها خلاص ايوه. وبقيت بتاعتنا يعني. وطبعا بصي بقوم بقى مدخله معاها باودر من هنا كده على الجنب، بحيث ان انا دي مناخيري يا جماعه اهي، ما عنديش اي مشكله خالص، ما مناخيري تبقاش حلوه. سايبه في الوش كده اللي ايوه هو بالظبط. محددينها. مش اللي هو حاجه يعني ايه مفتوحه كده. وطبعا ده هايلايت كده. تمام. عشان خاطر بعد كده يا ستي دور الحلو ده، انا بحب ده بقى، دي اكتر انا كمان حبيته دلوقتي. انا حبيبه شفتي، واحنا ايوه. بنعمل اكتر حاجه انا بحبها في الميك اب بصراحه، بحب الهايلايتر جدا. الاماكن بقى بصي اللي عندنا هنا. العظمه بتاعه الخد اللي هي دي. تمام. تمام اهي كده اهي. بصي وانفض كده بالراحه بالراحه بالراحه، واطلع عشان انور لازم الحته الفرشة دي دي. صح؟ الفرشه دي هي دي بتاعه الهايلايتر اصلا، فاهمه؟ تمام. ممكن اعمل اي حاجه حاجه تانية خالص، انا ما عنديش الفرشه، مش اه عايزين الفرشه يا انا ستي، بقول لك خلينا اللي هو عشان اي مش عايزين بنت الفرشه يا ستي. تقدر تتعمل، اهو مفيش فرش على طول. بصي انا عايزه اقول لك، انا بعد ما بيخلص عروسه بتبقى ايدي بالظبط عامله زي ايد الميكانيكيه، فاهمه؟ فاللي هو اي يعني الشغل.
اهم الشغل تظبيط بنطلع الشغل. على ايوه ايوه هي قاعده هي قاعده ماشي. و إيه كده كده انور بصي باخدها دايره كده وارفعها اهي. بصي انا كده كل دوت مش شغاله فرشه. شفت حاجه اللي هو لازم نحط هنا الاول بعد كده نفصل هنا. إيه ما انا فصلت لها هنا بالكونتور البني النص ده بحيث ان ما خليش سايبه في بعضها بنطول الشكل لان انت لو أكثر. سبتيها على طول هتبقى طويله فانت بتكنزي المناخير شويه. تمام فانا دلوقتي اهوت هنا كده وطبعا بنور حته تحت العين حاجب تحت الحاجب كده اهو. تمام وبصي برضو انا عايزه فرشه بقى عشان ما يصحش كده بقى المكان صغير ما يصحش كده بقى عشان شكلنا قدام والهوا الناس بقى وبتاع شكلنا قدام الناس بقى صعب قوي يقولوا ايه ده اللي بتيجي بتعمل الميك اب من غير لا فرش بجد دي. انتي قمر وشغلك قمر بجد حبيبتي. يلا بقى نعمل ميك اب الحلقه الجايه. ماشي طيب تيجي تظبطيني نيجي نعمل الشغل كله. بس يا ستي ادي الميك اب بتاعنا كده. تمام سهل جدا واي بنت تقدر تعمله في البيت. عايزين بقى الكاميرا تجيب بعد ما خلصنا. عايزين الكاميرا جايبه عشان هنختم. تمام ميك اب سهل جدا سهل جدا. مش محتاج خطوات كتير. الالوان بتاعته الوان درجه واللي عاجبني ان اي حد فعلا يقدر يعمل. اي حد ما فيهوش صعبة. حاجات كتير بقى حتى الرموش تركيبها يعني مش محتاج ان انت تبذلي مجهود. يا دوبك بس الجلو تسيبيه 10 ثواني حط الرمش على الربش بالظبط. تمام بس كده. ميرسي جدا انتوا كنتوا منوريني وندى بجد ميرسي ليكوا قوي. ميرسي يا حبيبي. خلونا للاسف يعني هو خلص وقت حلقتنا النهارده واستنونا في حلقه جديده من ساعه في بيتنا.